تحية لكم مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد، وأهلا بكل من انضم لمتابعتنا في هذه الأمسية من برنامجكم من عمان. هذه المحطة متابعة للتعداد الإلكتروني 2020، وين وصل التعداد؟ أيضا هناك أيضا عمل الآن على جمع بيانات بعض العمانيين في سن التعليم المدرسي، نتعرف أيضا على هذا الجانب من خلال وجود ضيفنا المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي، مدير عام مشروع التعداد الإلكتروني 2020. مهندس عمر، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا خالد، مساء الخير. أهلا وسهلا. طمنا على التعداد الإلكتروني، في أي مرحلة وصلتم من الآن؟ نعم. طبعا مشوار أيضا العمل في هذا التعداد، وأكيد في مراحل متعددة، ففي أي مرحلة نحن الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو حقيقة أخي خالد، المشروع قطع أشواط متقدمة بفضل الله، الحين تجاوزنا 90%. ما شاء الله. المشروع قسم إلى عدة مراحل، المرحلة الأولى كانت مراحل إعداد وتهيئة. نعم. بداية من 2017 تقريبا، ثم أيضا مراحل إعداد وتجهيز البيانات، مرحلة المنظومة الإلكترونية. نعم. ثم مرحلتين أخيرات متعلقة بإعداد الكوادر وتسليم المنظومة. بدأنا احنا من الأشهر الماضية في التشغيل التجريبي للمنظومة الإلكترونية لفحصها والتأكد من سلامة وجودة البيانات. ماذا نقصد بالمنظومة الإلكترونية هنا مهندس؟ المشروع التعداد هو مشروع مختلف عن المشاريع السابقة، مشروع، وهذه لأول مرة السلطنة تطبقه؟ نعم نعم، هو مشروع، هو السلطنة دائما متميزة في الجانب التعداد، في أن دائما تستخدم طرق متقدمة. التعداد الحالي، تعداد 2020، المنهجية كانت ما يسمى التعداد السجلية أو التعداد المبني على السجلات الإدارية في الدولة. فإحنا نبني منظومة تقرأ البيانات من كافة السجلات الإدارية في الدولة. فلما نقصد المنظومة هي منظومة إلكترونية فيها ذكاء صناعي، في برمجة معينة، برمجة متقدمة لجلب البيانات من مختلف المصادر في الدولة، وتربطها ببعضها البعض، تدقق عليها أوتوماتيكلي، ففيها تدقيق الآلي للتأكد من جودة البيانات وصحتها، وتعطي ملاحظات للمختصين، وعلى ضوءها احنا نتخذ إجراءات مع الجهة المعنية المشاركة في التعداد، نتساعد مع بعض، نشتغل مع بعض تصحيح هذه البيانات. فنقصد بالمنظومة هي منظومة متكاملة، منظومة إلكترونية فيها قواعد بيانات من مختلف الجهات في الدولة، وفيها ربط إلكتروني من خلال الشبكة الحكومية. هذا انتهيته منها الآن؟ هذه نعم، نحن الحين في مرحلة تشغيل التجريبي لها. بدأنا الربط مع مجموعة من الجهات ونفحص المنظومة استعدادا للمراحل الأخيرة في التعداد. نعم. في مرحلة المراحل كان في مطالبة، أيضا مطالبة الناس أنه بالمبادرة أيضا بالذهاب إلى طبعا الأحوال المدنية. نعم. للإدلاء بعض البيانات، وأيضا فيما يتعلق بالفواتير والتسجيل. هذه من ضمن مرحلة التهيئة. صحيح. هي احنا اطلقنا حمله حدث بياناتك، ولان البيانات هويه الانسان، وذكرنا انها بياناتك هويتك. نعم. فالحمله كانت تهدف ان الشخص يحدث بياناته في مختلف الجهات او السجلات الاداريه. الاحوال المدنيه جزء منها. نعم. ايضا لربما هناك ايضا التعليم العالي، لربما ايضا للمنشات بيانات خاصه بالبلديات، لربما تحديث تراخيص بلديه، عقود اجار، كل هذه كانت حمله لتحسين جودة البيانات، وهذه بإذن الله بتكون مستمرة حتى ما بعد، نتأمل بإذن الله ما بعد 2020 لاستدامة جودة البيانات والمنظومة. طبعا حساب الكهرباء جزء مهم في بناء هذه المنظومة لإثبات مكان الإقامة، وهذا بيستمر بإذن الله حتى ما بعد 2020. كيف هي نتائج تجريبية أيضا لاختبار هذه المنظومة؟ واجهنا في البداية تحديات لما بدأنا، كأي منظومة إلكترونية توجد تحديات، المختصين يعني الحمد لله تمكنوا من معالجتها. يعني النتائج مبشرة جدا في هذا الجانب. مثل ما ذكرت أنا، بدأنا الحين خلاص بدأنا في الربط الإلكتروني للانتقال لتشغيل النهائي للمنظومة. ممتاز ممتاز. جائحة كورونا هل أثرت بشكل أو بآخر على للسير عملية؟ نعم. التعداد الإلكتروني، سبحان الله، يعني هذه هي التجربة الأولى كتعداد إلكتروني، وجاء في ظل الجائحة. نعم. ربما لو كانت تعداد بالمسح الميداني كان
ربما يتأخر أو حتى يتأجل. فعلا 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 أخي خالد، هو سؤال جميل حقيقة. هو ما في مشروع ما تأثر، لربما تأثرنا حتى في بيوتنا في تعاملنا مع أولادنا وأهلنا في البيوت يعني، فما بالك بمشروع وطني بحجم التعداد. أكيد كان في تأثير، لكن حاولنا نعالجه بعدة طرق. مثل ما تفضلت، هو ساعدت والحمد لله المنهجية المعتمدة، هي منهجية معتمدة على السجلات الإدارية. طبعا ايضا فكرنا بطرق جديده لرفع الجوده، لان في احنا نعمل مع جهات مختلفه. نعم. نعمل مع وزاره التربيه، نعمل وزاره التعليم العالي، نعمل وزاره التجاره، وزاره الصحه، البلديات، وقس على ذلك. بسبب ان ايضا هم جزء من الموظفين اضطروا يتوقفوا عن العمل، في تاثير علينا. لكن احنا كنا كانت الخطه موضوعه ننتهي من جل الاعمال نهايه 2019. ممتاز. بجانب هذا تفعيل مركز الاتصالات اللي احنا في صدد الحديث عنه اليوم، هو جزء من الحلول للمساعده في استكمال اذا كان في نقص في بيانات معينه، تفعيل مركز الاتصالات للحصول على هذه البيانات. يعني كان في تحديات، لكنها ما التحديات التي ربما تؤجل او توقف تؤجل التعداد. نعم لا نعم. الحمد لله لا، يعني حتى احنا التاريخ المرجعي للتعداد اقر من الفتره هو 12/12 لم يغير، وما زال هو نفسه، واحنا نعم. من الدول القلائل اللي استمرت في الحمد لله. سنتابع هذا الحديث معك مهندس عمر، لكن بعد ان نتابع هذا التقرير حول التعداد الالكتروني فتابعوا معنا. يعد التعداد الإلكتروني 2020 رابع تعداد تنفذه السلطنة منذ مطلع عصر النهضة المباركة، حيث استندت التجارب السابقة للتعداد على منهج العد الميداني، وكان آخرها في عام 2010، بينما يعتمد هذا التعداد على السجلات الإدارية لدى مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص. بدأت الحملة بدعوة المواطنين والمقيمين والمؤسسات وأصحابها على تحديث بياناتهم، إلى جانب مشاركة الجهات المختصة التي تمثل مصادر لبيانات قواعد السكان والمساكن والمنشآت في الحث على تحديث البيانات المرتبطة بها، وذلك من خلال التعريف بالبيانات المطلوب استكمالها وتحديثها من قبل الأفراد والمؤسسات، وتوضيح آلية التحديث والمستندات المطلوبة. ويعد التعداد الإلكتروني 2020 خطوة لخدمة أهداف التنمية المستدامة في السلطنة ورفض السجلات الوطنية ببيانات حديثة عن السكان والمساكن والمنشآت. كن منتبها لفيروس كورونا من حولك. ينتشر الفيروس بسرعة كبيرة جدا. لمكافحة فيروس كورونا، اغسل ملابسك مع بحر. قم بحماية عائلتك، اشتري بحر. طابت أوقاتكم متابعينا الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم من جديد في من عمان. نواصل حديثنا مع المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي، مدير عام مشروع التعداد الإلكتروني 2020. مهندس عمر، نرحب بك من جديد. وقبل أن نذهب إلى هذا التقرير، كنت تتحدث عنه السلطنة من الدول القلائل التي استمرت في التعداد. نعلم أن هناك كثير من الدول الآن في هذه الفترة أيضا تقيم تعدادا للسكان المستقل المنشآت لاعتبارات كثيرة، وأيضا لأنها مرتبطة بكثير جوانب. فهل هذا يعني أنه في دول توقفت عن إجراء التعداد بسبب المنهجية المتبعة بسبب جائحة كورونا؟ نعم أخي خالد، هو التعدادات غالبا تكون تعدادات موحدة بين مجموعة من الدول. دول الخليج مثلا تعمل تعداد كل 10 سنوات، دول أخرى تعمل كل 5 سنوات، والمطلوب أن يكون تعداد موحدة عشان تعطي أرقام متجانسة. مجموعة من الدول نعم قررت بسبب الجائحة أنها تتوقف بسبب أنها مرتبطة بمسح ميداني أو مزيج بين مسح ميداني وسجلي.
الحمد لله احنا اكملنا بدون اي تاثر، والامم المتحده ايضا تتابع مثل هذه المشاريع عالميا. احنا قدمنا تقريرنا مستمرين على نفس التاريخ. ممتاز ممتاز. وهذا اكيد نقطه ايجابيه ايضا للسلطنه كون اختارت ان يكون التعداد الكتروني، وبالتالي لا يتاثر بالجائحه. نعم. وايضا ان البيانات تكون متاحه ان شاء الله مع نهايه العام ان شاء الله باذن الله. ذكرت انه التاريخ المرجعي 12/12. نعم. 2020. نعم. ماذا نقصد بهذا المرجع؟ هو هي مثل الصوره، لازم تاخذ في وقت محدد عدد السكان في عمان مثلا بهذاك التاريخ، او عدد المنشات، عدد الطلاب مثلا، عدد الطلاب اللي في المدارس، الطلاب في الجامعات بهذاك التاريخ المرجعي. فهو تاريخ مرجعي لوضع السكان والمساكن والمنشآت في السلطنة. ممتاز. طيب بدأتم أيضا في هذه الفترة وفي هذه الأيام رصد بيانات بعض العمانيين في سن التعليم الأساسي، ما المقصود بهذا الموضوع؟ طبعا جزء من القواعد البيانات اللي نبنيها هي قاعدة بيانات التعليم، تشمل شقين، التعليم المدرسي والتعليم الجامعي. التعليم المدرسي تستقى هذه البيانات من قاعدة بيانات في البوابة التعليم في وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مختلف المدارس، سواء مدارس حكومية أو مدارس خاصة أو مدارس جاليات. يعني عادة البوابة التعليمية عندها قاعدة البيانات الخاصة بها ولا؟ فعلا قاعدة بيانات ضخمة، قاعدة بيانات جيدة جدا، متقدمة، نستقي منها كثير من 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 البيانات. المركز التواصل اللي احنا ليش شغالين بخصوص رصد هذه البيانات، لاحظنا وجود بعض الأطفال في سن المدرسة غير مسجلين. هذه من فترة، احنا من العام الماضي كنا نتابع هذا البيانات. طبعا هذا أمر طبيعي لأن عندنا كثير لربما نسبة من الأطفال خارج السلطنة درسوا، فتواصلنا مع وزارة الخارجية، حصلنا على كثير من البيانات بالنسبة للأطفال خارج السلطنة. لكن ما زال في مجموعة من البيانات عن الأطفال هذه ما متوفرة. بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بدأنا البحث بدراسة هذه الحالات، فاحنا صنفناها لانواع مختلفه. طبعا اول شيء ذكرنا انهم لربما اطفال خارج السلطنه، لربما اطفال عندهم اعاقه شديده غير مسجلين. طبعا الدوله مهتمه لتقديم رعايه لمثل هذه الحالات، فلازم رصدها وحصول على البيانات. لربما هناك ايضا في شق اخر، لربما جوده البيانات فيها تحدي، لربما الطفل يمكن مسجل بس ليه توصلنا البيانات مش دقيقه مش صحيحه، فنحتاج نعالجها مباشره مع ولي الامر. وهنا يأتي موضوع تحديث البيانات والشخص اللي يهتم بالبيانات. الحين هنا ولي الأمر له دور في الموضوع؟ طبعا هي موضوع إدخال البيانات، تسليم بيانات، أنه يتابعها ويقرأ ويتأكد أن بياناته صحيحة. في هذا الموضوع احنا بنتواصل مع ولي الأمر، بيذكر لأن عنده طفل بسن معين باسم معين، أن نحاول نحصل بيانات ووضعه. إلى متى مستمرين في موضوع متابعة ورصد بيانات فيما يتعلق بالقطاع المدرسي بالتحديد؟ هذا بيكون مستمر إلى نهاية شهر 9، لأن أيضا البوابة التعليم بتكون مفتوحة يصير فيها فرصة لتحديث البيانات، فهذا شغلني في بالتعاون مع الأخوة في وزارة التربية والتعليم. في تحديثات كثيرة فيما يتعلق بتسجيل الطلاب وتنقلاتهم أيضا. صحيح صحيح. هو يعني مثل ما ذكر سابقا، هو البيانات الطلاب في داخل السلطة الحمد لله شبه مكتملة. نتكلم عموما عن القاعدة بنسبة 97% بالنسبة لقاعدة بيانات التعليم مكتملة، فنتكلم عن 3% فقط الفاقد، وهذه مقبولة عالميا، يعني ما بتقدر توصل 100% في كل الأحوال، لكن نحاول نبذل جهدنا أن نوصل لكل بيت وكل أسرة وكل عائلة وناخذ تفاصيل كل فرد فيها. الأخوة في وزارة التربية والتعليم من خلال بوابة التعليمية عملوا نافذة أيضا لكل الطلاب في سن المدرسة اللي هم خارج السلطنة. ممتاز. اللي إنهم يدخلوا إلكترونيا ويدلوا بالبيانات لغرض أبنهم. التعداد لغرض التعداد ولغرض ما بعد التعداد. نعم. لأن هذه لها إجراءات أخرى. إحنا شغالين مع الأخوة، يعني رفعت توصيات من خلال الأخوة في التربية والتعليم لنا، وعلى ضوءها رفعت اللجنة العليا للتعداد، مجموعة منها أقرت، بتساهم لاحقا لاستدامة المنظومة. لأن ما يهمنا فقط الآن أن نطلع بنتائج التعداد فقط، لكن نتأمل بإذن الله الاستدامة فيها. وهذا يقودنا إلى سؤال هنا مهندس عمر، أنه بما أنه لدينا هذه المنظومة الإلكترونية، هذا يعني أنه قاعدة البيانات هذه راح تكون ممتازة ومتاحة خلال حتى السنوات المقبلة، يعني كل ما احتجنا ممكن نفعلها ونحصل على البيانات التي نريدها. سؤال جميل أخ خالد. فعلا يعني هو المؤمل أنها تكون هذه يعني النواة لما يسمى السجلات الإدارية في الدولة، فتكون تصب فيها مجموعة من البيانات من مختلف مصادرها،
والمطلوب من المعنيين بإذن الله مستقبلا تدقيق على جودة البيانات، وأيضا مطلوب من المواطن أن دائما يتأكد من بياناته صحيحة. هذه بتخدم فيما بعد ما يسمى بالحكومة الذكية، نريد أن تنتقل من الحكومة الإلكترونية للحكومة الذكية، تصبح فيها مبادرة من الحكومة في معرفة أحوال العائلات ووضع الشباب في مختلف القطاعات بإذن الله. يعني الخطوة القادمة في هذا التعداد الإلكتروني إن شاء الله خلال الأشهر الجاية الاستمرار في تحديث البيانات للمواطنين. طبعا هذا بداية موضوع بيانات طلاب المدارس، لربما أيضا خلال بعدها إن شاء الله بإذن الله لربما في بيانات خاصة بالوافدين، خصوصا العناوين الإقامة، نتكلم عن الوحدات السكنية، هذه بنتابع فيها في الفترة القادمة بإذن الله. كل التوفيق لكم مهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي، مدير عام مشروع التعداد الإلكتروني 2020. شكرا على وجودك معنا مهندس. شكرا أخي خالد على الاستضافة، نسأل الله التوفيق لنا ولكم. أمين إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، وتحية لكم مشاهدينا الأعزاء. سنواصل معكم طبعا محطاتنا في من عمان، لكن بعد هذا الفاصل القادم.